مشاهدينا، لم يترك الشيخ المقرئ المصري عبد الباسط عبد الصمد خليفة له، ولكن يبدو أن روحه قد سكنت شابا حافظا لكتاب الله من بلدية الرجام بتسمسيلة. بصره الذي ابتلاه الله بفقدانه عوض عنه بحنجرة ذهبية تروض الأسماع. محمد محاذ موهبة اكتشفت لا ترجو أن تهدر قيمتها. محمد أغولايش أعد هذا التقرير. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا. موهبة تناطح حناجر الشيوخ الكبار أمثال الشيخ عبد الباسط بتلاوة تبهر السامعين، يعوض محمد فقدانه للبصر بامتلاكه لعزيمة عشاق كتاب الله، مستعينا بطريقة برايل لحفظ القرآن وتجويده. تقريبا 4 سنوات أو حتى 10 سنوات كنت أسمع لعبد الباسط، تأثرت به، ثم في سنة 2002 تأثرت بالسيد متولي وشاركت في مسابقة العام اللي فات في الجلفة، تحصلت على المرتبة الأولى ولائيا، وصلنا إن شاء الله راني مشارك إن شاء الله في مدينة فيالار. وقرأ هو في المدرسة الخاصة، يعني مدرسة الطريقة تاع لويس براي، أدرس وتعب، ولكن الإرادة مع الإرادة يعني كل شيء هون وكل شيء يعني يكون سهل. مسابقة صدى المآذن والمنابر لمحافظة الكشافة الإسلامية ومديرية الشؤون الدينية منحت للكثير من القراء وحفظة القرآن فرصة إشراف وتأطير لجنة عالمة بقواعد الحفظ والترتيل، فيما يتمنى محمد وكغيره من المشاركين أن يحظى بالتسجيل في مسابقات أخرى وطنية أو دولية. هو حاول يعني يشارك العمل في المسابقة الوطنية لتنشر القرآن، ولكن يعني الحظ ما سعفوش لأن الوقت يعني فاتوا يعني التسجيل وكاع. بين خصال كل المشاركين تزعم محمد بصوته المشحون صفارة المرتلين بالولاية، ولا يأمل أن تكون مثل هذه المنابر مقابرا لموهبته، منتظرا حظوظا أخرى تطور إبداعه ومستقبله. أم لهمون